بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسين إذي لحانتين بدا وضيالكو سو دواد ورباهين تورير ميديا وضو بدا ورر كيناتكم مغلي داوان دونتان نوحا كم ميدا لباد بحيا بلاران وكابل لو دي عاصمة دالك السودان يخارتوم خسارها قد شيدا قلدي السودان ييتو بياد دحمر ييسا دحدي مالموضي لصور دعفي إيه مدافع لبضا دين عيسوكو جوابي سولي إيتوبيا وقرشين إيسين عيدا مفر البضان وإيكو جيران كوة بضا تبابراتو شامع دي مقالة دير الدباء ودب غبصدي إيداد كوردين تاي دولادة فدرالكا سوماليا أمو غطين إيكار لابطي غواني هوري وقوعي غابطي دالكا كينيا إيه وقو دنبين تي توركي غو دياريي مقالة دان وصي عاسريا لوردي ساي لوغونا تلقالي داداي هوري مصيبة دولغيري رقو دعضي إنتاسي واقود بضان إيدين هاي نكو وقو دور كرون هاتا نكو سو دوادا إساقي وفافاسان وراركا نكا سو غاليا عاسي مادا دالكا سوداني خارتو ميا شيغا يين هالكاسي اي كابل لو دين تيباد بحيا اي ديگا يان موادنين تهير سودان كواسي او لوغا عبان ايو معيشة دا دالكاسي او هوادا اسكو شرير تاي سودان ايا تو دبادية دي اوغو دن بيسي دا غالا غوسكو اسا كولا جير تاي دالكا اي توبيا مركاني قده هيدا اي حسرادا وچا هيسا حكومت كوميلغار كي سودان ايا وچا هيسا عوليسيا قانگارا وحالا شاگا ان غار كميدا ودو ينكا خرطوم اي حلين ديباد بحيال عريسا ومعيشة دوكو غاليو دي كواسي او حكومت اوغو باقيا اني سيد دك دك وحوكا قباطو عيدا كامان كا ايا حوكو كالير يي ديباد بحياشاني ايا دو ماركي دنبنا ديبا اي وفورين ودو ينكا اي حلين هاتن حيسا دي ايتوبيا يا سودان إيادو مالميه إلا صودا فايها أي حدك سودان إيتوبيا كسودين دقال لغوز غوزا عيا لسو ورين إياين خسارة حوغان وكاد شاي دقال داسي وغو دن بيي إيسا دحدي مالموض إلا صودا فايكا دعي حدودا عيدا مدى ملتاريغا ودى مدى سودان إيتوبيا يا مدى في عزكو ويدار سدي حدودا لبضا ودان أي كومورانسان يهين وارباهين تا سودان أيا شيغا إيسايين عيدا مدى إيتوبيا فريسي ما أقول آقا حدكا أي مقالة دا لغو مقا عابو عبدالله الرافي مدافي عوض اوغا قادين عيدا مدى السوداني هالكاسي كو سوغنا عاسا هاتي عيدا مدى السوداني ايا كو جوابي مدافي عوض واي كو قراعين ياغونا آقا اي كو سوغيهين عيدا مدى ملتاريك ايتوبيا ايا مليشيات كا تاقير ايا امحارة دا واي شيغين عيدا كا السوداني مدافي عوض اي كو جوابين اي كو ديلين صدن ايا لحك اسكري او كاتر سان عيدا مدى ملتاريك ايتوبيا دانكو دا السودان ما ايسان شيغن واح خسارة او كسو غالي ديررتان دانك ايتوبيا ولي كما هال دين داقال لدن دوركي مالبوضي لسوار دافي كسو دي آقاسي اي ولي بخسارة هاي وقستين دانك السودان داقال لدي وقود دن بيو احاكو وعلوص ايال شيغي انسي توسا اي مرالك قار لبادا دين عيسو فرساريين اي اضو انت بضان ايسو استعمالي اي هوبك علوص وحان الله شيغي ان ديارة داها داقال كنا ايكا قيبغاتين حاتن قدها ايتوبيا إيتوبيا يا لا شيغي ان قورشين ايسا عيدما فرا بدن واي كو جيران كو وبدا دلك ايتوبيا دغال اوغ فرين يهن دور جو يا لا شيغي ان قورشين ايان عيدما عصوب واي او ادو فرا بدن كواسي او توبر دغدغ لو خارين دونو دغالدي تيغريغا يا لا شيغي ان كو دينتين كومانان دلي يرا عيدن كي ايتوبيا كاترسنا اسلاماركاسينا هوب اولوس لغا غبربريي دولتا ايتوبيا وحانا لشيغا ياهاتاني خسارة حوغان وسوغا ليا وودي عيدان اي دالك ايتوبيا دالك ايتوبيا يا ماان تشاع يي شروضها اللوغا باهين يحي عيدا ماه بتيرا بادان او دوان تبابر لو حارين دونو عيدان كمولاتاريغا عصوب لو قادان ايو قفكي نقون ايا وحان لوغا باهين يحي با ليلين او دستوركا دالك ايتوبيا وحوغان سان يحي سيدو قلانا وحان لوغا باهين يحي انو سان دن بحوري وقلين اسلاماركاسينا او ديارو يحي انو تدبسان عيدا ماد او شاقين دونو danka kale ee Itoobiya oo aad dalan xeeb iyo bad midna lahayn ayaa shaaciyay in ciidamo cusub oo kuwa bad aan la qaadan doono ciidamadan shuruudaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu haysto shahaadada 12-aad iyo waliba inuu diyaar u yahay inuu 10 sano u shaqeeyo ciidanka bad ee Itoobiya diiwaangelinta ciidamadani waxaa la soo afmeeri doonaa 2-7 kadib jaamacadda magaalada Dirdabana waxaa la sheegay inuu dab qabsaday iyadoo khasaare naf iyo maal bal ay ka dhasheen maalinimadii shalay ahayd galinkii dambe ayaa la sheegay inuu dab xoogan ka kacay gudaha dhismaha jaamacadda magaalada Dirdabe iyadoo dabkaasina uu burburiyay dhismaha jaamacadda isla markaasina khasaare nafeed ka dhasheen ugu yaraan hal qof oo ka mid ah ardaydii dhiganaysay jaamacadda Dirdabe
oo da'diisana loogu sheegay 19 sano jir ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu burbur xoogan isoo gaaray dhismaha dabku ka kacay ee jaamacadda, waxaana lagu guuleystay in markii dambe la damiyo. Komishinka booliiska ee degmada Diridhaba ayaa sheegaya inay haatan ku guda jiraan baaritaano sababta dabka kicisay iyo waxyaabaha ka dambeeyey. Dhankaaya Soomaaliyana, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay u muuqato inay ka laabatay go'aanay horey ugu ciqaabtay dalka Kenya. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday inuu furan yahay bixinta shatiyada qaadka lagu keeni karo dalka, taasi oo u muuqatay in meesha ay ka saarayso xayiraaddii horey u saarayd qaadkii laga soo dhoofin jiray dalka Kenya. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta la hadlaya ayaa ganacsatada Soomaaliyeed u sheegay inaysan jirin cilsi gaara loogu xidhay ka ganacsiga qaadka, islamarkaasina uu furan yahay qof kasta oo raba inuu keeno dalka. Anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalk Soomaaliya, waxaan halkani ku caddaynayaa in cidna uusan u xidhnayn ka ganacsiga qaadka, keliya qofka ka ganacsanaya waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maro oo liisanka soo qaata, ayuu yidhi Wasiir Beyle. Waxa uu intaasi ku daray, jaadku waa uu furan yahay, meeshaad rabta ka soo qaada keliya waddadeeda soo mar, sida albaabada, sida alaabada kale loo canshuuro u soo mari kastamka. Sidoo kalena waxa uu carabka ku adkeeyey in marraba aysan dowladdu aqbalaynin in qaadka si tuuganimaha loo soo geliyo dalka, middaasi oo ka hor imanaysa sharciga cusub ee loo dejiyey ka ganacsiga qaadka. Beyle ayaa ku booriyey ganacsatada rabta inay qaadka ka ganacsadaan inay shatiga soo qaataan, isagoo ka digay in si dhoomaalaysi qaadka lagu soo geliyo dalka. Hadalkani ayaa meesha ka saaraya xayiraaddii dowladda federaalk Soomaaliya ee horey ugu soo rogtay qaadka laga soo qaado mirooga ee laga keeni jiray dalka Kenya, maadaama uu sheegay Beyle inuu u furan yahay ka ganacsiga qaadku. Arrintan ayaa imanaysa xilli ay ka sii dartay xiisadda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo dowladda federaalkuna ay ku eedeysay Kenya in Maleeshiyada ay soo abaabushay dagaal ka bilaabeen magaalada Balad Xaawey ee gobolkaasi Gedo. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dhulgariirkii Elazan ayaa sheegay inay dhiseen magaalo dhan oo si casri ah loo dhisay, isla markaasina ay furayaasheeda ku wareejin doonaan shacabka khasaaruhu uu kasoo gaadhay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Turkiga sanad ka hor. Waxuu yidhi madaxweynuhu, Turkigu waxaan dhisnay magaalo cusub oo casri ah, ammaana, isla markaasina si dhammaystiran u qalabaysan oo leh dhammaan adeegyadii bulsho ee loogu talagalay ku dhowaad 100,000 oo muwaadiniinteenna, kuwaasi oo ku nool gobolka uu dhulgariirku ka dhacay. Madaxweynaha Turkigu waxa uu xusay in maalgashi ka badan 5 bilyan oo lacagta liiraha Turkiga ay muddo kooban ku dhiseen magaaladaasi casriga ah si loo bogsiiyo dhaawacyadii soo gaadhay shacabka loogana jawaabo cabashadooda. Talo goorma ayay shacabka Soomaaliyeed heli doonaan hogaamiye bogsiiyo dhaawacyadooda kana jawaabo cabashadooda? Guud ahaanba intaasi ayaan ku saafmeeraynaa warkeenni Warner Media. Ku mahadsan idin la socodkiina.